Vas-y. محمد زهير الفقير مسير مجموعة شركات القرن السياحي بالمملكة المغربية. نحن اليوم نتواجد بمنطقة فمودي، دائرة بني ملال، عمالة بني ملال، في إطار عملية إحاشة الخنزير البري التي تكاثر بشكل كبير بالمنطقة المذكورة وبات خطر على الساكنة المحلية وخصوصا التلاميذ. وبعد تواري الشكايات ديال المواطنين والساكنات جندنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة من تقليص عدد الخنازير. ومن هذا المنبر تنشكر السلطات الولائية على رأسها السيد الوالي ديال جهة بني ملال خنيفرة على الدور المهم اللي يقوم به مع الساكنة ليل نهار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات في شخص السيد المدير الجهوي وجميع أطورها. وما ننساوش الدور الكبير اللي يقوم به السيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة ولاد البارك التي سهلنا جميع التراخيص وجميع الأمور باش تنجح هذه العملية ديال إحاجة الخنزير البري. مازال ما قضينا الغرض مزيان، البحر دابا تقريبا لحقين شي 300 ليي، ولكن باقيين دو تراكت هما فين غادي يكون الحلو فين إن شاء الله، ونتمناو نزيدوا أكبر عدد، نقصوه ديال المشاكل اللي داير الساكنه هنا في سيدي بوعلي، وما تلاش يقتصر على هذه المنطقه ولا بحكم سميتو الجفاف ولا تيهبط حتى وتيشكل خطر على الساكنه هنا، بحال الدراري مثلا اللي تيقراو في المدرسه ولاو تيتشكاو والديهم. وحنا المهم غادي نحاولوا ما امكن نقلصوا من العدد ديالو. معكم سليمان وهاب من ابناء المنطقه. قناص هنا احنا في صدد احاشه الخنزير والتي تتواجد بكثره بزاف، وحنا هنا في دوار سيدي بوعلي بالضبط. احنا كجمعيه تلبي الطلب ديال اي واحد، اي دوار عند تيشكل ليه ضرر ولا سميتو تنجيو ماشي تنقضيو عليه بكثره لحقاش ما يمكنش، تنحاولوا نقصوا من الاعداد ديالو صافي. هادشي اللي كاين لحقاش ولا تيخسر لهم الحرط ديالهم البحير ديالهم، ولا تيتجول بنهار في وسط الدواوير لحقاش ما لقى ما ياكل في اعالي الجبال. داكشي اللي كان تياكل مع العميل ديال الجفاف وسميتو ما لقى ما ياكل، ولا تيضطر باش يهبط لوسط الدواوير تيقتات من دوك لي ديشي ديال 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 الديور، ولا تيشكل حتى الطلبه التلاميذ اللي تيمشيو للمدرسه ولا تيشكل لهم خطر. وحنا هنا كجمعيه انت تشوف السكينه كاع ديال الدوار تيخرجوا فرحانين، رغم ان اليوم ما كايناش شي حصيله كبيره، ما ضربناش بزاف ديال الحلوف نظرا لعده عوامل. هو كاين لقيناه غير نظرا لشساعه الميدان فاش صيدنا التيران، فاش صيدنا الحلوف اليوم كانت شاسعه بزاف، وكانوا تلقى الناس كنا قلال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.